قانون النقابة، ومع ان الدستور بينص على ان التأديب تأديب للنقابة المختصة وليس للنقابة وليس الجهة اخرى، فجابوا لنا جهة تانية اللي هي المجلس الاعلى للاعلام المعين اغلبه الى اخره. الحقيقه انا لفت نظري حاجه، وبعض الزملاء برضو لفت نظرهم، انهم هذا المشروع وافق عليه البرلمان يوم 10 يونيو. 10 يونيو ده يوم بنحتفل به الصحفيين، اليوم اللي اسقطنا فيه قانون اغتيال حريه الصحافه 93، وكانهم بيقولوا لنا ايوه خلصت اليوم اللي بتحتفلوا بيه ده لم يعد يوم للاحتفال، انما هو يوم للحزن والاسى. وهي خلصت يا استاذ حسين؟ لا ما خلصتش، لان الصحفيين مش ممكن يعني ما خلصتش طبعا طبعا الصحفيين يعني نضالهم طويل من الاربعينات، الصحفيين بيناضلوا من اجل حريه واستقلال الصحفيين.